جراحة اللثة وزراعة الأسنان. دكتورة أروى السيد معنا في الاستوديو، تبغى تحكي عن حالة تضررت بشكل كامل بعد أن تم خلع أسنانها منذ قرابة 3 سنوات على يد طبيب عام مدعي أنه أخصائي زراعة أسنان للأسف الشديد. طيب احنا طبعا اكيد لازم نرحب فيك دكتورة أروى السيد، اهلا وسهلا فيك. حياك الله. وايضا في المتضررة نجوى علي، اهلا وسهلا فيك نجوى. اهلا وسهلا. دكتورة أروى، بداية خلينا نتكلم عن زراعة الأسنان، ايش هي زراعة الأسنان عشان نبدأ موضوعنا. السلام عليكم ورحمة الله. أولا أشكركم على الاستضافة. لو نتكلم عن زراعة الأسنان، زراعة الأسنان هي عملية وضع وتد في الفك بعد فقدان السن أو خلع السن إذا قرر الطبيب أنه يخلعه. نعم. هل هو تخصص؟ هل هو تخصص فرعي، تخصص أساسي؟ هو ليس تخصص أساسي إلى يومك الحالي، وكما إحنا مرجعيتنا هي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لا تعترف بزراعة الأسنان كتخصص أساسي، هو تخصص فرعي من جراحة اللثة أو جراحة الوجه والفكين بالنسبة للشق الجراحي. بالنسبة للشق التركيبي هو فرع من إصلاح الأسنان أو الاستعاضة السنية. يعني الشخص اللي لازم يسوي زراعة أسنان لازم يكون طبيب مختص جراح. نعم. قبل أن يبدأ بزراعة الأسنان. طبعا في كورسات وفي دورات للطبيب العام، لكن هل هذه الكورسات والدورات تؤهله بطريقة كافية لخلع جميع الأسنان ووضع زراعة؟ هنا السؤال، هنا نبغى نعرف منك إن شاء الله في حديثنا معك اليوم. طبعا دكتورة أروى، نبغى نعرف تشخيصك لحالة نجوى المتضررة وتقييمك لها، يعني هل هي يعني حالة جدا سيئة أو يعني بس بالتفصيل؟ للأسف الشديد نجوى ما كانت الحالة الوحيدة يعني. نعم. بس هي الأسوأ اللي شفتها للأمانة. يعني لو حنا نبغى نعرض الأخطاء الطبية في زراعة الأسنان وبشكل محدد من الأطباء العاميين. نعم. كثيرة، يعني أنا لا أبالغ إذا قلت لك أسبوعيا تجيني حالة خاطئة في وضع زراعة، بس ما نتكلم عنها لأنه سنين ممكن نتفادى. وفي هذه الحالات إذا المريض شكى إيش اللي يصير؟ تسوية الخلاف. نعم. وبين الطبيب والمريض يتكفل الطبيب بدفع التكاليف. نعم. هذا اللي أنا يعني أعيشه في الوقت، هذا اللي أشوفه. نعم. بالنسبة لحالة نجوى، أنا يعني صعقت جياني ما في أسنان، 33 سنة، فيعني كانت شوية صدمة، فين أسنانك؟ فأول شيء قالت لي خلعها الدكتور كلها. خلع الأسنان جميعها شيء مش بسيط. نعم. في تخصص نحن جراحة اللثة نقيم السن 60 مرة قبل لا نقرر أنه نخلعه السن. صحيح. الواحد. صحيح. وفي طرق للمحافظة على السن، تروحي مؤتمرات كيف تحافظي على السن اللي فقد. نعم. شوي من العظم اللي الخلخلة بسيطة. نعم. طرق جديدة وأنواع من العظم وأنواع من الأغشية للمحافظة على السن، لأنه ما في بديل للسن. صحيح. ليس هناك بديل. أحسن زرعة لا تعادل ربع قيمة السن السليم. إذن الزراعة ليس هي البديل للسن السليم، الزراعة هي بديل لسن فقد أو سن ما في أمل من علاجه. صحيح. فأنا أول شيء سألتها إياه هل الأسنان كانت سليمة ولا مخلخلة، فقالت لي كان عندي تركيبات والتهابات واللثة، ولكن الدكتور قرر أنه يخلعها جميعها. 18 سن تم خلعهم في جلسة واحدة واستبدالهم بزراعة. يعني الحدث قوي، حتى وأنا أتكلم مؤلم. أحس بألم. إيوه يعني أتحس بألم. إحنا بنزرع. صح. نخلع بس يكون الأسنان خلاص معدومة تماما، يكون في سبب ليها. نعم. ويكون مريض شوية كبير في السن. نعم. يعني مو الحالة. نعم. طيب نجوى وزراعة فورية. طيب. تم زراعة فورية، هنا يعني أحط عليها 100 علامة استفهام. صح. الزراعة الفورية شروطها توفر عظم في الفك. نعم. طيب إذا كان في عظم إذن السن كان سليم. نعم. لماذا تم خلع السن؟ كلها أسئلة أنا ما قدرت أوصل لها، حتى المريضة لما طالب ما قدرنا نحصل على شيء. فهنا وقفت شوي قلت لا، هنا يجب أن تتدخل جهة لمعرفة إيش اللي صار عشان حتى. صح. أنا أقدر. دكتور أروى، إحنا نأخذ هذه المواضيع كمان بتفاصيل أكثر، لأنه فعلياً الوضع يعني في على قولك في 100 خط وخط و100 عم تستفهم حوالينك. بس بحيلك كمان أرحب بك يا نجوى. أهلا وسهلا فيك. هلا فيك. يعني 18 سنة، كيف الدكتور قدر يقنعك؟ كان قرارك ولا قرار الدكتور؟ ما كان قراري أبداً. أي. أنا أول زيارة للمركز كنت رايحة عند طبيبة فقط تشوف لي اللثة. أي. وكان عندي بس سنة واحدة هنا. أي. تلبيسة. تمام. وأنا أبي أزرع ضرسين فقط خلفية. أسناني متواجدة.
فلما قالت انه انا ما يعني ايش رايك احنا ننحت لك ونضبط لك ونلبس لك. حلو. عرفتي؟ والضرسين انا راح اكلم الدكتور اللي متواجد عندنا الجراح، دكتور جدا رائع ممتاز مره بي يعني بيتكفل بحالتك من الى، واذا انت تبغين تجملين عنده تسوين تضبطين عادي. مع العلم اني انا لما دخلت ما هو ابدا قراري. اي انا فقط جيت عشان سنه البيسه والاسماك السليمه. انا عندي اللثه تعبانه. طيب. اشتكي منها من سنين. عندي التهابات. فلما جابت الدكتور ونزلتها من تحت وتعال شوف الحاله وكذا، انا دهشت يعني. قالت خلاص انا اكلمها بعدين. بمجرد ان هي طلعت كانوا يتكلمون مع بعض، ما ادري ايش اتفاقهم. فقال تعالي تفضلي عندي فوق. فلما دخلت قال انت ايش بتعاني بالضبط وانت ايش اللي عندك بالضبط وانت. قلت انا يا دكتور جايه بس اسوي ضرسين خلفيه وما ادري عندي التهابات. فانت ايش تشورني؟ قال والله كثير. انت بدا يكشف ثم يقومني ثم يرجعني ثم يعني ما ادري، حسيت بالبدايه بخوف وبرعب، طمانينه ثقه كلها مغتربه. اي فقال لي اذا انت والله عندك الاسنان ضعيفه جدا ضعيفه، فانت لو تبغين تتخلصين من هذا كله المشاكل، اي المشاكل والالتهابات وزي كذا، ازرعي وارتاحي وتدوم معاك الزرعات كلها 90 سنه. اقنعك يعني؟ اقنعني اقناع تام. لدرجه انه يعني خلاص طلعت من المركز انا مقتنعه. قال شوفي وضعك وزي كذا. قلت اوكي انا بستخير وبصلي وبشوف. وذا ثاني يوم رحت لثاني يوم بديت معاه على طول. اول ما قرر اني اشيل لي اسناني قال لازم اشيلها مره واحده كلها مع بعض في جلسه واحده. انت رضيتي يعني انه هو يشيل كل الاسنان في انا نفس ما الجلس. اعرف ما هو طبيب. إيه انا بس ما اعرف يا نجوى يعني كيف تقدري تتحملي انه تتشال ينشال منك 18 سن في نفس الجلسه؟ قال لي كلمه واحده، قال لي انت جيتي وانت تعانين، غامري وخليك قد المغامره. طيب دامك انت غامرتي تحملي مغامرتك، قال لي بالطريقه هذه. فقلت له يا دكتور انا جيتك بس انا هل بيصير فيني شيء؟ قال لا ما بتفكري، انت ما فيك اي شيء وامورك سليمه وامورك طيبه. مع ان لما بدا يخلع، على فكره لما بدا يخلع ترى اغمى علي وجاني هبوط بالضغط وعطوني ابره فولترين. ايه هذا الكلام اللي صار، لدرجه كل المركز سمعوا صراخي. لما كان يخلع تعنيف يعني، لما كان يخلع لما كان يخلع كنت اقول نادو زوجي، اقول يده قويه علي انا ماني قادره اتحملها. فكان يكلم الدكتوره اللي معليش كانت متامره معه في حالتي، اثنينهم متامرين، كان يقول معليش خفوا عليه ترى انتم ايش قاعد يصير لزوجتي؟ قال لا 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 تخاف ما فيها اي شيء امورها طيبه. فكان يقول لي ما فيك شيء انت بتبالغي. يعني انا وقت الخلع انا ابالغ؟ اكيد لا. كان يضرب الابره فيني البنج وانا في قمه معاناتي والله ابكي من الابره وهي تدخل فيني حبيبتي. فمعليش يوم خلع الاسنان كلها وبدا يخيط يقول لا تفكرين لا تفكرين لا تفكرين بنفسك، فكري بعيالك ترى انت طيبه. نعم. فصار اللي صار وخلعت الاسنان كلها. والزراعه تمت في نفس اليوم ان شاء الله ولا في؟ والزراعه الفوريه تمت في نفس اللحظه. نفس الوقت. وخدعني وقال لي انه انا سويت لك تطعيم عظمي و يعني انت عندك تاخر وتقدم، انت ممكن اقص لك لثه، انت ممكن. انا حسيت نجوى انه هو بيتدرب فيك الدكتور هذا، ولكن هنرجع لك طبعا وهنكمل. عندك كثير من الاستفسارات، لكن سؤال لك يا دكتوره اروى، الحين احنا اليوم نبغى نتكلم عن مختصي زراعه الاسنان. انا لما يعني كعميل كمريض انا رايحه العياده، كيف اعرف انه هذا الدكتور
يعني فعلا دكتور بشهادة موثقة أنا أقدر من جد أتمنه على نفسي، لأن اللي صار مع نجوى فعليا يعتبر رهيب. يعني ماني عارفة يعني الدكتور هذا الله يسامحه بصراحة، كيف أنا أقدر أعرف كمريض إنه هذا الدكتور أقدر أسلمه نفسي وأخليه يخلع على سني وأخليه يسوي كل هذه الأمور ولا لا؟ طبعا الموضوع يعني ما هو سهل للأمانة، في جهات مسؤولة عن التقصير هذا، في جهات مسؤولة. هالحين من يسمح للطبيب العام بمزاولة زراعة الأسنان؟ قبل مدة يعني ليست بعيدة كان في تراخيص، كان في تراخيص، ما أحد، حتى أنا عندي ترخيص وأنا استشارية جراحة لثة عندي ترخيص للزراعة، مع أنه أنا عندي تخصص زراعة يعني ماجستير زراعة ولكن عندي كمان ترخيص. فكان في كنترول، خلينا نقول في مراقبة على من يعمل زراعة الأسنان. تغييرات صارت حدثت في الهيئة السعودية، أوقفوا تراخيص زراعة الأسنان، أوقفت التراخيص، جميع الأطباء بيشتغلوا زراعة أسنان، لدرجة طبيب تقويم نائب تقويم بيعمل زراعة أسنان. التقويم جهة والزراعة جهة طبعا، هذا حتى ما درسها في طب الأسنان، يعني في تخصصه ما درس زراعة الأسنان، ولكن دورات أونلاين محاضرات ويجي يجرب في المريض. متى نكتشف؟ لما تصير في مشاكل. فإلين تصير في مشاكل يبدأ السؤال أنت إيش وإيش تخصصك. يجب وأنا أقولها من هنا تقنين من هو المخول لإجراء زراعة الأسنان. نعم يجب انتهى، نبدأ من أول وجديد. هل الطبيب العام عنده القدرة لإجراء زراعة الأسنان؟ بصراحة لا، وأقولها بصوت عالي، الطبيب العام ليس له القدرة على إجراء زراعة الأسنان، ربما سن بسيط، ولكن إذا كان الطبيب لا يستطيع معالجة المشاكل فمن باب أولى ما يحط الزرع. يعني أنا إيش ذنبي أتحمل الأخطاء؟ عيادتي أنا كلها أخطاء طبية في زراعة الأسنان، أنا أتمنى أني أقدر أحط زرعة طبيعية كلها، اللي فشلوا روح عند دكتورة أروى هي اللي تقدر تصلح لكم إياها. ليش من أول طيب حطيت الزرع؟ إذا الطبيب وهذه أمانة عنده ما تقدر تعالج المشكلة إذا صارت لا تعملها من أول. يعني كلامك موجه الآن دكتورة أروى للأطباء، أنا أشوف يعني من وجهة نظري إنه يعني الطبيب نفسه لازم يكون بصراحة يعني عنده هذه الأمانة، وأنت حالف يمين أنا أعتقد يعني أيضا بالضبط. طبيب الأسنان حالف يمين إنه أنت تقدر، يعني إذا ما تقدر تعالج هذا المريض حاول إنه أنت ما تعالجه وما تلعب فيه، لأنه اللي صار مع نجوى بصراحة دكتورة أحسه شيء مرة كبير. للأسف طبعًا. إنه بعض المراكز تقيم الدكتور بدخله، والزراعة دخلها عالي إذا تمت مثلا عدة زرعات. صح. المبالغ اللي تأخذ لأنه الزرعة غالية. صح. وعملها ودائما يقولون ليش الزراعة غالية، ليش تكاليفها غالية؟ لأنها فيها مواد وفيها أشياء كثيرة، فربح سريع فوري كبير، فالمراكز دائما تحب تدخل زراعة الأسنان لأنها بتدخل للطبيب. طيب هل هي جيدة أو غير جيدة؟ هل الطبيب متمكن؟ ما يهم. فنبغى حل لها المشكلة، يعني أنا ما خلاني أتكلم إلا أنه نبغى حل. أنا ليس الغرض من الموضوع كله أنه مثلا نفضح في الدكتور أو في المركز. صح. إحنا نبغى حل علشان ما تتكرر، وما خفي أعظم، مين يعرف أنه في كثير زي نجوى بس ما يتكلمون. للأسف المرضى يجوني طيب تتكلم، لا دكتور خلاص ما أبغى أشتكي، لدرجة أمس جتني مريضة تقول لي أنه الدكتور وقعها إنها ما تستلم أي شيء، يعطيها نص السعر بينها وبينه، وتوقع إنها ما تأخذ منهم ولا الطالب المركز بأي شيء. هل في شيء في وزارة الصحة يعطي الحق للطبيب يوقع المريض؟ صحيح أصلاً، يعني أنا كنت بعد برجع لك نجوى بسألك بخصوص الموضوع اللي تكلمت عنه الدكتورة، أنت تتوقعين أن اللي صار معك كان هدفه بس مادي؟ يعني هو ما كان يعني كان متاجرة في ما حالتي. تفرق عنده أنت صحتك ولا أسنانك ولا أن السن زي ما تفضل لو الدكتورة؟ لو كان يهم صحتي ما خلع لي أنا بس سؤال جميع الأسنان. شلون أنت وصلتي لهذا الطبيب؟ شلون يعني معليش بس يعني أنت أحد قال لك عليه أو أنت تعرفينه أو أنت تعالجين عنده من زمان؟ لا أو والله. أنه صدفة؟ لا بالصدفة والله. جميل. بالصدفة وعن طريق الإعلان أنا رحت. بس أنت ما بحثتي في الموضوع، ما شفتي أنه أنا 18 سنة في يوم واحد؟ مو معلن عنه، هو معلن كان عن المجمع نفسه. أي المركز على سناب شات من أحد المشاهير. لا هو المجمع نفسه مو الطبيب. لا الطبيب
طيب. مو على الطبيب، على المجمع نفسه، المركز نفسه، ان المركز كويس ومن كويس وان له سمعه كبيره. ودفعتي مبلغ وقدره؟ إيه؟ انت فكين كامله تتوقعين كم؟ طب ممكن اسالك بس، بعد ما انت اكتشفتي انه زي ما قلتي مؤامره انت سميتيها او تجاره او ان يعني حاجه ضرت فيك ما نفعتك نهائيا، ايش الاجراء اللي سويتيه؟ رحتي اشتكيتي، سويتي شيء، اخذتي اجراء؟ انا ما اشتكيت اول مره ولا عرفت. رجعتي له قلتي له ايش هذا؟ يعني انت كيف تسوي فيني؟ لا انا ما اشتكيته على طول. جميل. لان سنه ونص قاعده الزراعه. جميل. وسنه ونص قاعده التلاعب. في سنة ونص يعني كيف التلاعب بحالتي والمتاجره في حالتي. سنه ونص انت رايحه سنة جايه عليها؟ رايحه جايه، اضرب مشوار ساعه هناك وساعه راجعه البيتي. وش كانوا يقولوا لك؟ كانوا يقولوا لي المعمل مرات يقولون الدكتور عنده زحمه، مرات طبعا يلقعوني في صاله النساء بدون مراعاه، بدون مراعاه اني انا عندي اطفال في البيت تركتهم بدون اي مراعاه لحالتي. كان الاولويه للمرضى اللي بعدي. اللي تبين لي انه قاعد يتلاعب بحالتي كثرة استهتاره بعد ما استلم المبلغ كامل. نعم. وبعد ما على فكرة هو ما ركب البراغي فيني إلا بعد تعب مني الحاح. متى طبعًا. طيب أنا متى أخلص؟ طيب بالعادة كم يتلاعب؟ طيب دكتورة أروى، بالعادة التركيبات قديش تاخذ وقت؟ يعني أنا أعرف إنه الزراعة يعني على حسب ما كنت أعرف إنه تقعد من شهرين إلى ثلاثة شهور، حسب إذا كان في حولها عظم ولا لا، وإذا كانت محطوطة في عظم مبني ولا بعظم سليم. يعني نقول من شهرين إلى أربع خمس شهور بالكثير. تمام. أما سنة، سنة ونص، سنتين. خلال هذا الوقت كيف بدأت تفقد العظم حوالين الزرع؟ الحين إذا في عظم على السوائل، على السوائل كنت والأكل المهروس حرمان. أنت لو تشوفين حالتي بس يعني كان حالتي ميؤوس منها. طيب كيف كانت الوالدة موجودة عندي بالبيت قعدت فترة طويلة تمرضني، فأنا لما دخلت عليها بعد الإغماء أنا قعدت أسبوعين أنزف بعد الإغماء 18 سنة فقالت أنا لما وصلت عندها قعدت يومين طايحة ما أقدر أتحرك، ما أقدر أدخل أي شيء في فمي. كانت أول يوم دخلت عندها أنا، أنت تدرين متى أنا دخلت؟ الساعة 3 الفجر دخلت بيتي، يعني مسكني من الساعة 12 إلين 3:30 الفجر، عارفة؟ الشيء الثاني أنا دخلت وأنا أنزف، أنا أنزف وجتني زي حالة الهبوط، شالني زوجي في نفس الوقت، طبعا هذا بعد ما طلعت من المركز، شالني وداني طواري قال ترى عندها هابط الضغط، هبوط في الضغط، أعطوني مغذيات، أعطوني إبر، لين تقريبا قعدت عندهم أربع ساعات، أمي تبكي تصارخ، خواتي والله العظيم كلمة قالتها أختي الكبيرة قالت مستحيل أنه يكون دكتور. أكيد مستحيل يكون ليش؟ دكتور. قالت أنا أتحدى أي دكتور وأنا ماني دكتورة أنه يخلع جميع الأسنان في نفس الوقت. في نفس الوقت. دكتورة أروى كيف تعاملتي مع الحالة بعد ما وصلتك نجوى؟ بعد هذه المده والفقدان الاسنان ايش كان؟ طبعا هي جتني خلاص يعني بعد ثلاث سنوات يعني توليت ايش اقدر اسوي؟ انا طبعا الى الان عندي خطه علاج كامله، وقلت لها الاسنان وضعها غلط، موضوعها بطريقه غلط، في شيء داخل في الجيوب الانفيه مره، يعني هذا لو حملته ممكن يصير فيها يعني عندها مشاكل. ترتيب الاسنان اصلا لو الدكتور الله يسامحه عنده علم ما نزرع سن بسنه، يعني ما تخلع الأسنان كلها وتحطها جنب بعض، يكون في فراغات عشان يطلع جمالي عشان الفك يتحمل، لكن أنا أخلع جميع الأسنان وأزرعها بنفس الوقت، هنا يدلك أنه ما في علم إطلاقاً بزراعة الأسنان، توزيع الزراعات غلط كلها، فما يقدر حتى يركبها، يعني التركيب ما أعتقد أنه باستطاعته يركبها، فأنا ما قدامي إلا أني أرجع أشيلهم من أول وجديد ونبني عظم ونرجع نحط زراعة. طبعاً جداً متعب، متعب نفسيا جسديا حتى ترى احنا تعبنا حتى لي انا والله العظيم يعني يعني اتمنى توقف زراعه الاسنان من يد الطبيب العام، اتمنى
علشان نتفادى هذه المشاكل. انا نفسيا تعبانه لانه لما طلعت تحليلتها انا كيف وما احد رضي يعالجها، الكل يقولها دكتور اروى تعالج لك اياها. انا يعني ليش اتحمل كل هذا عشان ايش يعني؟ طبعا ولن اتركها، واعطيتها وعد لن اتركها الين تخلص حالتها. بنطول، بياخذ وقت، يمكن نضطر ناخذ عظم من الفك، يمكن ندخلها تحت عمليه تخدير كامل عشان ناخذ من الحوض عظم، لانه ما عندها عظم، فقدت العظم، عندها خراجات رائحه كريهه من الفم، يعني هي تبلع الخراجات. انا كان قلت لها لن امسك الحاله الين يصدر قرار في المحكمه. وطلعت قدمت شكوى. نعم هي كانت مقدمه قبل لا تجيني يعني، بس تنتظر. انا كيف وصلت للشكوى لوزاره الصحه؟ بعد ما رحت عند اكثر من استشاري، بعضهم قالوا لي كملي مع الدكتور انه احنا ما ندري كيف بدا، وبعضهم يقولون ما هي جيده، وبعضهم يقولون انت كيف خلعتي اسنانك كلها؟ صار في تساؤلات. طيب نجوى، الكل يسالني على فكره عن اسمه اسم المركز، وانا الى الان متستره، ما هو خوفا منه، لا ابي اخذ حقي بالقانون. بالضبط، هذا هو كان سؤالي لك. اي اجراء قانوني خلال الفتره اللي مضت بحق المركز او بحق هذا الدكتور ايش صار كاجراء قانوني؟ تبليغ، ما بلغتي، ما سويتي ولا اي حاجه؟ لا سويت. انا جلست قضيتي في وزاره الصحه سبع شهور، والآن توها تروح للهيئة الشرعية. أنت متخيلة من 28/5 إلين 26/11، يعني فترة في حقي أنا فوق 3 سنوات ونص. أنا دخلت، أنا الآن يعني مع المركز إلين يومك ل4 سنوات و6 شهور. بس ان شاء الله انا اعتقد انه راح يكون في انصاف طالما القضيه لسه مستمره وقاعده تتنقل، يعني بما انها راحت للهيئه الشرعيه فاعتقد بيتم فيها حكم قضائي، صحيح؟ كيف راح يكون فيها حكم قضائي وانا حاسه انه في تستر؟ انا انت تتستري يا نجوى، طيب ليه ساكته؟ انت ليه في تستر؟ شوفي، في تستر على الدكتور وعلى المركز، مع العلم ان صاحب المركز سعودي. يعني معليش، ما اخذته عزته بالكرامه انه يتصل علي تعالي انت متضرره حقك علي انا راح اعالج حالتك، لا خلوها تروح تشتكي. يعني لا، ما قال بما معنى، يعني بما معنى خلوها تروح تشتكي. نعم، واذا يعني اشتكت وش بيسووا؟ احنا لنا ظهر قوي. ايش هو المركز؟ لا ما ينفع، انا ما راح اتكلم. انا قلت لك انا سبب وصولي هنا شيئين، اخذ حقي قانونيا، وانا اناشد الملك سلمان ولي عهد محمد بن سلمان انهم ينظرون في معاناتي وينظرون في حالتي اللي توجرت لصاحب المركز والطبيب العام والطاقم كله وللدكتورة اللي كمان تآمرت معه. هذا أو ثالثا. رابعا، أنا رحت كل معليش عن سالفة التستر. أنا كيف عرفت أنهم متسترين عليه؟ على الدكتور؟ أي كيف؟ لما رحت أشتكي أكثر من مرة، طيب كمان هم ما شاء الله ما قصروا، طعوني. كيف تبين لك ان انت الشخص هذا متسترين عليه؟ الدكتور عنده شجاعة، قاعد يجرم، يسفك دم هذا، يخرب هذا، يسوي زراعة، ما زال عنده شجاعة وكله ثقة ويبتسم، وما شاء الله تبارك الله إعلاناته قاعدة تمشي في كل مكان. إلى الآن للأسف. هو على رأس العمل ولم يتم له وقف يد إلى الآن. حالتي مهما تكلمت فيها ساعات البرنامج ما راح توفي معاناتي. أكيد نجوى، احنا كلنا معاك يعني، وصوتك إن شاء الله إنه يوصل، ويعني فعليا هذا يعني لازم ياخذ جزاءه، لأنه زي ما غلط بحقك ويعني سوى شيء المفروض إنه ما يسويه، ممكن إنه ما يضر أحد ثاني، هو انتهك صحتي. نعم، لعب في نفسيتي. نعم،
لعب حتى في معنوياتي. اكيد. لدرجه ان على فكره كنت لما اطلع من المركز يجري اتصال زوجي ويسبب مشكله بيني وبين زوجي، انه زوجتك ما تخلينا نشتغل كويس، زوجتك توترنا، زوجتك الشغل عليها انا طمنتها انها بتكون في افضل حال بس هي مو مقتنعه، يا لطيف زوجتك عندها شده ملاحظه، زوجتك دقيقه، ليش؟ عموما هذه يعني كلها اشياء انه بس عشان يعني يغطون على مش على 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 اللي عملوه فيك، لكن ان شاء الله نتمنى لك الخير وان شاء الله حقك يرجع نجوى. طبعا اكيد نشكرك لحضورك معنا اليوم وان شاء الله ان صوتك راح يوصل. دكتوره اروى، بس انا حابه انك توجهين رساله اخيره للمتضررين والناس اللي تمشي وراء الاعلانات والاطباء، رساله اخيره بخصوص هذا الموضوع. أنا عندي ثلاث رسائل. أول رسالة أعطيها للطبيب أنه يخاف الله في المريض، كل مريض يتخيل أنه يعني له شيء، وأنه ما يتعدى حدود علمه ودراسته، إذا بغى يسوي شيء روح يدرس ويتخصص ويرجع يسوي. أما الدورات والمحاضرات لا تكفي، بالذات إذا تكلمنا عن زراعة الأسنان. واحد. اثنين، يجب أن يكون هناك تقنين، يجب أن يكون هناك دور. أنا ألوم فيها الهيئة السعودية وألوم فيها وزارة الصحة، ساعدوا الناس عشان يعرفوا ايش تخصص كل طبيب. صح. ما يصير تنترك كذا، ممكن الواحد يسوي اي شيء، مفتوحه. صح. هناك تخصصات، ناس يتعبوا ويذاكروا ويدرسوا ويطلعوا ويتغربوا، وناس تيجي تسويها على السهل. ما نعتمد على الشهايد المبروزه. ايوه. اخر شيء اتكلم دور المريض، يا اخي ابدا بنفسك، ثقف نفسك، شوف ايش تخصص الطبيب، اقرا اساله من حقك. هناك بطاقه للهيئه السعوديه عليها التخصص، هل هو اخصائي، هل هو طبيب عام، هو استشاري، يجب انك تشوفها من المريض، واذا رفض مش من حقه، وتكون مطابقه للترخيص اللي موجود على مكتبه. طبعا كل الاطباء عندهم تراخيص، اوكي، وتكون موجوده هذه اللي يحملها الطبيب، تكون مطابقه للي موجوده على المكتب. اوكي. نعم. اخر شيء، انا اتمنى في مشروع، انا تكلمت مع زميلنا الدكتور يوسف، انه يكون في جهه ناحيه المريض فقط يفتح هذا اللينك، يطلع له الطبيب ايش تخصصه وايش صلاحياته، ممكن من مرضى سابقين. انا مستعده ابدا هذا المشروع وراح اعرضه على الهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه، بانه كل الاطباء الاخصائيين عندها اسمائهم. اي طبيب بيعمل بالقطاع الخاص، الحكومي اعتقد عندهم هذا السيستم موجود، القطاع الخاص يكون اسمه، شهادته، تصنيفه، صلاحياته، ضروري انها تعطى الصلاحيات للطبيب، تعمل بملف ويكون المرضى ليهم اكسس ليها. انا ابغى اروح اتعالج عند دكتور فلان، من حقي اني اعرف، من حقي اعرف مين هو. يا ليت هالمشروع هذا يبدا، بيريح الجميع، بيريح المريض، بيريح الطبيب، بيريح المجتمع بشكل عام. أكيد. انا اسمي يكون موجود بتخصصي، بترخيصي، بصلاحياتي. صحيح. لان هناك بعض الناس حتى يكونوا اخصائيين جراحه لثه لكن ما عندهم خبره بزراعه الاسنان. فهل هذا مسموح نسوي زراعه اسنان؟ لا طبعا. طيب. انا اشكر وجودك يا نجوى، وشكرا انك انت عرضتي حالتك اليوم، واشكرك كمان يا استاذ يا دكتوره اروى على وجودك. وفعلا يعني مُعب ان الدكتور يقول انا ما اسوي هذا الشيء. صح. في زميلي متخصص في هذا المجال. صح. مشاهدينا، احنا وصلنا للفاصل وحنكمل ان شاء الله باقي الفقرات. تشاهدون بعد الفاصل، غرفة عمليات موسم الرياض على قدم وساق، و90% بأيدي شباب وشابات الوطن.